لديار الله أمضي أطلق الرحلة، أدخل الميقات شوقا أبدأ الغسلة، ألبس الإحرام حتى أحتوي معنى، وأصلي ركعتين قربة لله، أقصد البيت العتيق وألبي في الطريق رب لبيك فقد جئت من فج عميق، جئت يا ربي إليك عبدك بين يديك، فاحتسب لي توبة كل أمالي عليك، أتيت يا رباه إليك لبيك يا كريم لبيك، نحو بيت الله شوقي يا أبي يشتد، حلمي تقبيل ذاك الحجر الأسود، ولإسماعيل حجر جانب الكعبة، لم يخب من قد أتاه ودعا ربه، يا حواسي أحرمي للطواف الأعظم، ثم صلي بالمقام واشربي من زمزم، يا لعظم النظرة لسواد الكعبة، كم عظيم فضلها فهي سر التوبة، رباه أمانتي أدي وطفت أنا بهذا البيت.